احنا عندنا كم موتى؟ اثنتين. عشان اثبت لحضرتك ان العدم ده مرحله اثنتين. مش كده؟ اسمع التعبير القراني كده يا استاذ محمد، بس نفتح القلب شويه. كيف تكفرون بالله وكنتم، كنتم يعني ايه؟ موجود في وجود اهو موجودون امواتا. وضحت ولا لسه؟ صحيح. يعني حتى يعني لما يقول لك وكنتم امواتا، ها؟ طيب انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له بالرحم، كن ان هو يقول لم يكن الشيء. له. نعم، هو لم يكن الشيء اصلا. يبقى موجود ولا مش موجود؟ هو موجود في علمه، اهو كده. ربما وجوده في انت الحقيقه مش او في شايفه، ده موضوعك انت. نعم. يبقى الاشياء عند المولى عز وجل ازليه صحيح. هو يعني كما يقول المنطقه، بقدراته. جهلك بشيء لا يعني عدم وجوده. عدم وجود هو موجود بالظبط. بالفعل يعني. انا عايز افكر الساده المشاهدين بطفل صغير كان يناقش احد الفلاسفه، فالفيلسوف عايز يقول ان ربنا يعني مش موجود، غير موجود، فبيتفلسف، فبيقول له انا شايف المنضده تبقى موجوده، وشايف الكرسي يبقى موجود، فاين الله؟ فالولد قال له كلمه جميله جدا، قال له اين عقله؟ فين عقلك؟ موجود ولا مش موجود؟ ان قلت لي مش موجود تبقى انت مجنون، وان قلت لي موجود اقول لك ورهون. فين روحك؟ موجوده ولا مش موجوده؟ اذا مش كل شيء زي ما انت بتقول، مش كل شيء يستدل على شيء بأثره لا باثره، برؤيته بالاثار. يعني. كالكهرباء مثلا. مثلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ اذا الموت مخلوق لله تبارك وتعالى قبل آدم. صحيح. واسمع القرآن يوقع هذا المعنى، خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالموت مخلوق قبل الحياة. نعم سليم. لماذا؟ ها؟ لماذا قبل الحياة؟ الله أعلم. ليتربص بكل حي وهل عشان ليبلوكم. تتحقق اهو كده، عشان تتحقق الموت الثانية. وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم. البديع في امر هذا الاله الحق انه خلق الموت وجعله يتربص بكل مخلوق، حتى الجماد، حتى النبات. صحيح. كل حي تربص به الموت. والبديع في توقيع القرآن أن الله تبارك وتعالى حينما خلق كتب الفناء على جميع خلقه وأوجب الوجود لعظمة ذاته. وإذا سمعت القرآن وتدبرت وجدت هذا المعنى يتحقق في كل مخلوق لله تبارك وتعالى. كتب الفناء على جميع خلائقه فقال كل من عليها فان، وأوجب الوجود لعظمة ذاته فأردف ويبقى وجه ربك. نعم. ذو الجلال والإكرام. ونعم بالله. كتب الموت على جميع البشر، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وأوجب الوجود لعظمة ذاته فأردف ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يعني كل ما يكتب فرع الموت أو الموت على مخلوق أوجب الله بعدها فورا الوجود لعظمة ذاته. شوف، كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كل ما تسمع يا موت يا هلاك يا فناء على الخلق. لما قال كل من عليها فان يقصد الأرض، الملائكة قالت إننا من الخالدين. من الخالدين. ويبقى وجه ربك. دي الأهم عندي. أن ما يذكرش يا أستاذ محمد الموت أو الفناء أو الهلاك إلا وبعدها على طول يوجب الحق تبارك وتعالى الوجود لعظمة ذاته. هذا بالنسبة لنا مسلمات طبعا. طيب دخل مسألة الموت والحياة، والموت والحياة أيوة، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى بخلق آدم، لأنه هيبدأ بقى الخلق. فالآية دي واجبة، واجبة الذكر. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. نعم. فأحياكم. أحياكم بإيه؟ بخلق وإذ آدم. قال أيوة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بس خد بالك، قبل ما يخلقها أستاذ محمد أعد الكون لاستقباله.
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، اللي هو الايه، القيامه بقى، البعث والنشور. خلاص البعث بقى. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قبل ما يخلق ايه، ادم خلق له الاشياء طبعا، مش كده؟ نعم. ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات. فخلق الله قبل ادم ارضا تقل وسماء تظل. تظل. سماء تظل. تظل. نعم.